للمزيد من المعلومات حول ميدانيات ما يحدث داخل قطاع غزة من رفح جنوب القطاع ينضم إلينا الصحفي محمود عليان. محمود، دعنا في صورة أبرز ما تم رصده خلال الساعات الماضية، خاصة مع عمليات الطلب بالإخلاء في بعض المربعات والقصف الإسرائيلي عليها حتى قبل اكتمال هذه العمليات. هذا صحيح، ونحن نتحدث الآن، هناك غارة إسرائيلية رصدناها في هذه الأثناء في المناطق الشمالية لمدينة رفح، وبالاعتقاد بأن هذا هو استمرار للقصف المتواصل على مدينة خان يونس، حيث الجيش الإسرائيلي الآن يركز من غاراته على الحي النمساوي وهو القريب جدا من مجمع ناصر الطبي. كانت طائرات مسيرة كواد كابتر أطلقت عشرات الرصاصات باتجاه الطوابق العلوية، بالإضافة إلى بعض شظايا القذائف المدفعية التي طالت هذه الطوابق في المستشفى، وبالتالي دفع ذلك إدارة المستشفى سريعا إلى إجلاء كل المرضى والمصابين في هذه الطوابق والنزول إلى تلك السفلية. بالإضافة إلى ما حصل اليوم من إطلاق نار، هناك أوضاع كارثية أيضا في مجمع ناصر الطبي، أعداد كبيرة من المصابين في طرقات المستشفى، الأسرة ممتلئة، لا يصل شيء إلى المستشفى، وبالتالي هذا ينذر أيضا بجانب من الخطورة على مستوى تقديم الخدمة الطبية لأعداد كبيرة منهم، حالاتهم وصفت بالخطيرة. على الصعيد الميداني وما يحصل في مدينة خان يونس، الجيش الإسرائيلي وإن كان ما زال يدفع الفلسطينيين للتوجه إلى منطقة المواصي، لكن هذا عمليا غير متاح، لأن الجيش الإسرائيلي يقطع كل الطرقات في مدينة خان يونس ويطوقها الآن بشكل شبه كامل، حتى المنطقة التي يتواجد بها النازحون الفلسطينيون، وهناك حصار أيضا إلى واحد من أكبر مراكز الإيواء التابع لوكالة أونروا، ما يعرف بصناعة الوكالة، وهو مركز تدريب مهني يضم آلاف النازحين، منهم أيضا موظفون في أونروا. الآن الدبابات الإسرائيلية وصلت على أبوابه، أغلقته على من فيه، وهناك قتيل فلسطيني في الداخل لا يستطيعون إجلاءه. الهلال الأحمر الفلسطيني قال إنه لا يستطيع الوصول إلى المستشفيات، وبالتالي عمليات الإجلاء تتم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى. حتى اللحظة من رفح جنوب قطاع غزة، الصحفي محمود عليان. محمود، شكرا جزيلا لك على كل هذه التحديثات.